100 يوم من العدوان، 100 يوم من الحرب، من القتل، من القصف، من التجويع، والحرب لا تزال مستمرة. كيف تتابعين الوضع حاليا في القطاع، وماذا تفعل المنظمات الدولية ومن بينها منظمتكم الهلال الأحمر لتخفيف هذا الوجع الفلسطيني المستمر الآن في قطاع غزة؟ أهلا بك. هي بالفعل 100 يوم من الجحيم، 100 يوم من القصف المتواصل على مدار الساعة الذي يطال كل الأماكن وكل الناس، تم خلالها استهداف البنية التحتية، المدارس، المستشفيات، الكنائس، المساجد، وكل شيء من أقصى شمال غزة إلى أقصى جنوب قطاع غزة، كل الأماكن يتم استهدافها. إذن هي 100 يوم بدون وجود مكان آمن في قطاع غزة، 100 يوم بدون كهرباء، 100 يوم من المعاناة المتواصلة، 100 يوم من الفقدان المتواصل، حيث استشهد قرابة 24,000 شخص، جرح أكثر من 60,000 شخص، بالإضافة إلى 8,000 لا زالوا تحت الأنقاض، مفقودين حتى هذه اللحظة. هذا يعني أنه خلال 100 يوم ما يقارب أكثر من 900 فلسطيني يوميا، وفي كل يوم هم إما ما بين شهيد أو جريح أو مفقود تحت الأنقاض. أكثر من 2,000,000 فلسطيني اليوم باتوا نازحين في جنوب قطاع غزة، يفتقرون للطعام والماء ومقومات الحياة الإنسانية، يتواجدون ومكتظون بأعداد كبيرة جدا في مراكز الإيواء بدون أبسط مقومات الحياة الإنسانية. بدأت تتفشى فيما بينهم الأمراض والأوبئة، من أمراض جلدية، نزلات معوية، أمراض صدرية وتنفسية، وبتنا بالفعل نحذر من مجاعة حقيقية تضرب بكل قطاع غزة، حيث أنه على الأقل ربع الفلسطينيين يعانون الآن من الجوع بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه كل السكان بكل نعم. تأكيد يعانون من جوع شديد في الطعام والماء الصالح للشرب. طالت الحرب وطالت الأزمة، ومعها تطول أيضا التحذيرات كما تفضلتي والنداءات وغيرها من المنظمات الدولية والأممية، ولكن لا وجود لأي تحرك على الأرض لوقف هذا العدوان ولإنقاذ ولنجدة الفلسطينيين في قطاع غزة. إلى متى سيستمر هذا الوضع بهذا الشكل؟ وأيضا هل ستقف كل المنظمات يعني عاجزة عن فعل أي شيء اليوم بما فيها الهلال الأحمر؟ يعني نحن لا زلنا نحاول تقديم ما يمكن تقديمه رغم كل الاستهداف، رغم استهداف طواقمنا، استهداف مقراتنا، استهداف مستشفياتنا، تم استهداف مستشفى القدس وخرج عن الخدمة، يواصل الاحتلال الآن استهداف مستشفى الأمل، فقدنا قبل أيام فقط 4 من شهدائنا من طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وهم يجلون جرحى في دير البلح، وهو ما يرفع عدد شهداء الهلال الأحمر منذ بداية العدوان إلى 8 شهداء استهدفوا وهم على رأس عملهم يحاولون إجلاء الجرحى والمصابين، بالإضافة إلى 29 آخرين أصيبوا بجراح مختلفة، 6 من طواقمنا لا يزالوا قيد الاعتقال، فضلا عن خروج مركبات الإسعاف عن الخدمة، على الأقل 14 مركبة إسعاف خرجت عن الخدمة و19 مركبة إسعاف أخرى تابعة للجمعية تضررت أضرار جسيمة نتيجة الاستهداف. الحراك الدولي لا زال حتى هذه اللحظة يراوح مكانه. نحن كمنظمات إنسانية نحاول قدر الإمكان الاستمرار في تقديم خدماتنا الصحية، ولكن إلى متى في ظل هذه الأوضاع المستحيلة والخطيرة التي تتعرض لها طواقمنا كل يوم في سبيل العمل طيب، هل الإنساني؟ تعملون ماذا الآن على عنها إيصال أي دور؟ دعم للطواقم على الأرض من مساعدات أو غيرها؟ هل يعمل الهلال الأحمر الفلسطيني على ذلك الآن؟ نحن نعول أولا على ضرورة وقف فوري وعاجل لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 100 يوم نحن نقول كفى،
كفى لاستهداف المدنيين العزل، كفى لاستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات، كفى لتدمير البنية التحتية، وكفى للتجويع واستخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين. مطلوب إنهاء كل هذا حتى نتمكن من القيام بدورنا الإنساني في قطاع غزة. ما يجري على الأرض لا يمكن وصفه ولا بأي شكل من الأشكال. نحن نتساءل ما الذي يجب أن يحصل حتى يتمكن المجتمع الدولي من القيام بدوره في وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها وإنهاء ما يجري من انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي الإنساني. إن كنا نتحدث عن قرابة 100,000 ضحية غالبيتهم من المدنيين العزل، تدمير أكثر من 70% من بيوت الفلسطينيين، مليوني فلسطيني باتوا من النازحين، 30 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 36 مستشفى. يعني نتحدث عن مجاعة وعن أمراض نعم وأوبئة. ما المطلوب أن يحصل حتى يتحرك المجتمع الدولي ويقوم بدوره في إنهاء ما يجري من مأساة في قطاع غزة؟ المجتمع الدولي الذي تحرك إلى أكثر أو أقل بكثير من ذلك، هذا إن صدقنا أن المجتمع الدولي قادر على التحرك أصلا عندما يتعلق الأمر بمعاناة الفلسطينيين. أشكرك يا سيدة نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، كنت معنا من رام الله، شكرا لك.